السلام عليكم أكم أمريكا تقيت أتفزيزت أنا مرحبا بك معايا اليوم إن شاء الله في هذا البرنامج ميوزيك أند فود. اليوم برنامج إسلحي بمناسبة ذكريات ديالي في مدينة أكادير اللي دوست فيها تقريبا نص عمري في موسيقى واللي عطتني تبارك الله بزاف الحوايج. بها هي مشيت للألمان، بها هي تعلمت الموسيقى. دابا اليوم غنقدم لكم واحد الأكلة اللي كنت كنديرها بزاف في اليابات ديالي فاش يلاه جيت لأكادير. نهار وصلت لأكادير عشت 3 سنين في كامبينغ، عشت 3 سنين أخرى في سطوحة، واليوم أنا في السطح في المحل ديالي غادي نوجد لكم طاجين ديال لامبرين. هي في السلحة أزلمزة وبالدارجة القرب. يلا معايا احركي شكدايب.
يا بني تكيدي بني كيف بني رضا بني حمزة حمزة هاي اسكت احرب الله لا مت بني رضا اكبر لا وسيدي فين البريدة بني كيف أمورانيا. الحمد لله. الله يبارك خير. الحمد لله مرحبا مرحبا. كي داير؟ الله يحفظك. الله يصحك. أنت. هذيك. ما تقولش يا حمزة ما شتيش. بس المدام. صحاب صحاب الروضة ثلاثة ثلاثة Five minutes later. يا ربتو اشكون يغسل بعد